وقوات موريتانيا والصين عندهم علاقات قوية تاريخية. موريتانيا من أولى البلدان الإفريقية التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية، وعملت سياسيا على مد السنين لفتح القارة الإفريقية للصين. وبالمقابل الصين كانت قدمت دعم قوي ومتنوع لموريتانيا من أولى من الستينات إلى الآن، وهناك كما تعلمون إنجازات كبيرة وارية العين في البلاد، يمكن للكل زيارتها، لا تحتاج يعني على كلام كثير، وبدءا ببناء الصداقة الذي كان يعتبر من المستحيل، مرور بالبنى التحتية ودعم قطاع الصحة، وكان الدكاترة الصينيين موجودين في مختلف أحياء مناطق البلاد، وبالتالي هي وطبعا تزويد المغشوط بالماء الصالح للشرب. الحقيقة إنجازات كبيرة ومتنوعة، وهذا ما يمكن أن نبني عليه. ونحن الآن ننظر إلى العقد القادم، وبعد إطلاق فخامة رئيس الجمهورية اليوم شي جين بينغ للمرحلة القادمة لمبادرة حزام وطريق. أظن أن الآفاق واعدة جدا. أولا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ رزاين زار الصين في يوليو، وكانت هناك جلسة عمل مع الرئيس الصيني، وتم توافق على خطوط العريضة للتعاون المستقبلي. وهناك إرادة قوية من طرف الرئيسين لتعزيز هذا التعاون، وهناك رؤية واضحة بالنسبة لموريتانيا على المرحلة القادمة من التنمية، وهي تركيز على رفع من مستوى النمو، ورفع من مستوى النمو الشريط له شرط كبير، وهو سد الفجوة للبنى التحتية الكبيرة العميقة اللي ما زالت موجودة في موريتانيا، وذلك يتطلب استثمارات كبيرة في قطاع الطرق والمواني وقطاع الكهرباء والمياه. ونحن واثقون أن هذا سيكون مجال تعاون مثمر مع الصين، كما أن في إطار مشاركة الجمهورية الإسلامية الموريتانية منتدى ثالث الحزام والطريق، وذاتي 10 سنين بعد إطلاق المبادرة، وهي فرصة لتقييم المسار لهذه المبادرة. وأظن أن الكل هون مجمعون أنها كانت لها نتائج قيمة، استفادت منها عدة دول، وأتت بروح جديدة في التعاون ما بين الدول، وساهمت في خلق مناخ جديد للتعاون، تسهم أولا بالبحث عن تحقيق نتائج ملموسة قوية يستفيد منها جميع المشاركون، وليس فقط بلد أو اثنين أو ثلاثة. والمنهجية نفسها منهجية تشاركية، والبحث دائما عن نقل التكنولوجيا حتى تكون البلدان المستفيدة فعلا على مسار يضع على مسار التنمية الحقيقية، أي أن تكون قادرة هي بنفسها أن تسير هذه المشاريع مهما كانت صعوبتها. وهذا شيء جيد جدا وأساسي.